صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم صلاة من يصلي بعض الصلوات خارج وقتها بحجة أنه نائم؟ إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: ما حكم صلاة من يصلي بعض الصلوات خارج وقتها بحجة أنه نائم؟ إذا كان نائما بالفعل ولم يتعمد النوم وإنما غلبه فهو معذور، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم النائم حتى يستيقظ. من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، أما إذا كان يتعمد النوم يقول متى ما دمت بصلي، هذا لا يجوز له، لا يجوز له هذا الشيء أن يؤخر الصلاة متعمدا ويقول بنام، هذا لا يجوز. نعم.